والبي هاي هاي جوها ملوث. انت شوف وين مدير المدير القاعه؟ وين مدير القاعه؟ وين مدير القاعه؟ تعال انت انت وين انت بهالكود؟ زين انت طبعا انت كيف لا يجوك انت؟ بس هذا عملك ما يرى، هذا حتى رزقك مو حلال. بعد من هو بالقاعه؟ ما يوفق لا انت ولا بالقاعه. وعليه اي واحد قاعه مال بليارد يفتح الصبح شيلوه حطوه بسجن. اي واحد في المحافظه عنده صاله مال بليارد يسرق من الطلاب شيلوه حطوه بسجن. عرفوا ما عاد كذا قاضي. بابا انت جاي من حيث لا يشعرون انت جاي تدمرهم في سبيل تلتزق. يعني ما يصير. بابا لا يوفق لا انت ولا ابو المحل. اقسم بالله اني الشرطة ترى اليوم شرطة تربوية مو شرطة دمائية. انا دربيكم انا ابوكم وتحملوني. بس اقسم بالله هذا الكلام الكم موجه وراح نشرب الفيس حتى يتأدبون البقية. اي طالب مدرسة اشوفه بالمليان اوقف شرطة. تروحون تدرسون ساعدوا ابهاتكم وامهاتكم والوقف صعب والبلد يعذب. محتاجكم البلد. البلد محتاجكم ودي. ولكم هذول الحج الشعبي هذول الأبطال كلهم قد عمركم جاي يقاتلون ليل ونهار شوفوا يستشهدون دفاعا عنك حتى انت يوفر لك الجو حتى انت تدرس. ما قال لك الكتب هنا معلقها بحزامك وجدارتك هاي راح تحرق الاصابع. ما يجوز غلط يا اخي. طالما كبره مو واحد واثنين بيكم حوالي هسه اكثر من 60 واحد. غلط. توجيه الى كل مدراء الاقسام اي صالة بليارد في المحافظة تفتح تستقبلها طالب شيلوا ابو الصالح حطوا بالسجن عرضوا امرأة صدقة. وكلكم تاخذون لهلكم وعيب ما تليق بكم وانتم ناس اشراف ولد حمائل ابهاتكم ما يدرون بكم تلعبون بليارد. المدارس تاكل المدارس. ما راح اتخذ اجراء. اللهم ما يشددني بلغ ومرت الثانية تعرفون شو يسوي. والله العيال يلا الكل على يلا يلا والله ما يستاهلوا القاعد. اطلعوا يلا يلا طلعوا.